من القدس تنضم إلينا موفدة الحدث رفاه السعد. مساء الخير رفاه. إذن فيما يتعلق نبدأ بالتطورات الميدانية، هذه الصواريخ التي أطلقت سواء من غزة، هذه الصواريخ للقسام، وأيضا من جنوب لبنان، ما لديك من معلومات حول آخر التطورات الميدانية؟ نعم أنجي، بالفعل مثل ما تفضلت، الرشقات الصاروخية ومنذ الصباح الباكر، دعينا نقول منذ الساعة 6:30 صباحا، والرشقات الصاروخية على الجانبين من غلاف من الموجهة إلى غلاف غزة وأيضا الموجهة إلى شمال إسرائيل كانت مستمرة. دعينا نتحدث عن 3 رشقات صاروخية من مقاتلي الفصائل الفلسطينية في غزة باتجاه الغلاف غزة، مستهدفة سديروت ونيرعام وبعض المستوطنات الأخرى أيضا. كانت هذه طبعا في الصباح الباكر. هناك أيضا في تطور لافت وأمني، كان هناك إطلاق 6 صواريخ من خان يونس باتجاه تل أبيب وتحديدا مستوطنة حلون، ما أدى إلى إصابة بعض الإسرائيليين أو إسرائيليين 2 وأضرار في المباني. هذا على صعيد غلاف غزة. طبعا تعقيبا على هذه الرشقات الصاروخية، يوم أمس الجيش الإسرائيلي شن غارات عنيفة على شمال وغرب قطاع غزة في محاولة منه لاستهداف أو يعني إلهاء هذه المنطقة لعدم شن أي هجمات أو صواريخ باتجاه غلاف غزة. وأيضا قال أنه استهدف عدد كبير من مخازن الأسلحة ومنصات الصواريخ. كانت التقديرات الإسرائيلية تتوقع أن يكون هناك رشقات صاروخية في الصباح الباكر صباح 7 أكتوبر، يعني بعد مرور عام على الحرب. فلذلك الجيش الإسرائيلي حاول جاهدا يوم أمس تكثيف الغارات وشن غارات عنيفة على غزة، لكن على ما يبدو أنه أخفق، وبالفعل كانت هناك في هذا الصباح رشقات صاروخية من غزة، وكأن الحرب كانت منذ يعني عادتنا إلى أيام الحرب في أيامها الأولى. أما إذا نتحدث إلى الجليل الأعلى، وأنا يعني قبل قليل، يعني قبل نحو دعينا نقول 5 دقائق من الآن، كانت هناك صفارات إنذار رشقت صواريخ من جنوب لبنان من حزب الله تحديدا إلى استهدفت عكا وحيفا والجليل. سبقتها أيضا هناك رشقات صاروخية أخرى استهدفت كفر فراديم، ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى وأضرار بالممتلكات. طبعا هذه المستوطنة لم يتم إجلاء أو إخلاءها من السكان، لذلك كان هناك إصابات. الرشقات الصاروخية أنجي مستمرة يعني منذ الصباح الباكر، ونحن نسمع صفارات الإنذار تدوي في بشمال إسرائيل والجليل. أيضا يعني كانت متواصلة منذ ليلة أمس. ليلة أمس أيضا كانت هناك عشرات الرشقات الصاروخية، عشرات الصواريخ، دعنا نقول باتجاه حيفا أيضا كانت هناك صواريخ متوسطة وقصيرة المدى. نعم. واحد منها سقط في البحر. هناك أيضا صاروخ استهدف، كان استهداف مباشر لمطعم، وكانت هناك نحو 10 إصابات بين خفيفة ومتوسطة. أيضا استهدفت طبرية بعشرات الصواريخ، وأيضا كانت هناك إصابات، وأيضا كانت هناك إصابات بالممتلكات، يعني دعنا نقول بعض المنازل أو المباني، وأيضا سقطت منها على السيارات. أما على جانب التوسع البري أو على جانب ما تحدث إليه الجيش اليوم، توسيع العملية البرية المحدودة، طبعا هو استكمال لهذه العملية المستمرة منذ أيام. الجيش يقاتل بحدود الكيلومتر في أكثر من 7 قرى، يعني دعينا نقول مارون الراس وبلدة، يعني هذه المناطق القريبة من الحدود والتي يعني تكون بتماس مباشر بين الجانبين. هذه منذ أيام وهي هناك يدور القتال في كيلومتر واحد، لكن ما حدث الآن تم انضمام اللواء 3 الإسكندروني التابع للفرقة. يعني بالفعل الجيش الإسرائيلي تحدث عن تعزيز للقوة أو اللواء الموجود في الجنوب بفرقة أخرى. أشكرك حتى اللحظة رفاه، بالتأكيد سنعود إليك مع ورودي أي جديد. شكرا جزيلا لك من القدس موفدة الحدث رفاه السعد، شكرا لك.